سنة 1912 الطليان قصفوا المنزل اللي وراي هذا. بوراق جارو دماوان. زواري ما يتزوجش من برا زوارة؟ ما يتزوجش بقدر الإمكان، لكن بالذات الإناث. السبب طبعا هو السبب الرئيسي هي زوارة، المدينة اللي سمعت عليها واجد ولا عمري زرتها. شنو فيها زوارة؟ وهل هي تستحق الزيارة؟ وهل أهلها يتكلموا أمازيغي بس؟ وكيف حيكون استقبالهم لنا كغرباء جايين لمدينتهم؟ تساؤلات واجدات؟ هنجاوبهم في الحلقة. اهلا بيك في زوارة، او كيف ما يقولوا بالامازيغي تمورت. قبل ما نجي هنا سمعت عن اكله لفتت انتباهي. شوفوا، في ليبيا عندنا اكله اسمها البازين، وعاده ناكلوا فيها بلحم الخروف، لكن بما ان زوارة مدينه تعشق البحر هنا يتفننوا في البازين بالحوت، الاكله اللي معزومين عليها اليوم. اهلا. تشكيل انت نتشوا انت الحالي كويسه كويسه تصبح خير مزمن. طبعا المكونات نتاع ما تبيش نقول لهم، قولي احسن قولي. طبعا ما نديرولهاش لا في البطاطا ولا في شيوكان ما عدا الحوت والبازين. فيه اللي يدير فيه بالفارينه، فيه اللي يدير فيه بالمخلط شعير وفارينه، وفيه اللي يدير فيه بالشعير بس. اليوم خاطر ايش درتي لنا؟ مخلط خلط. طاي هذه الطبيقه. بسم الله. ان شاء الله غير يعجبك عاد. سلم ايديك. هذا اللي لبسته تو الحاجة، هذا اسمه بالليري الجيل الجديد، هذا نحام عاش يلبس فيه. سلام. أعطينا عصرة ليمون تو. الحلبة شن الفكرة منها عشان تبقى المرقة خاطرة؟ باعتبارها هي مرة تعطيك نكهة ممتازة، وحتى أنها تخلي طبيخة خاطرة. علي أنا بديت حتى أنا. بيعطينا انطباعك تو. والله ها اول لقمه بازين تو نعطيك انطباع. خليني اسالك. انت سالتني عن انطباعي قبل ما نجرب. ايوه نجرب بعدين نقول. بسم الله. الله يبارك. الله اكبر. طعم البازين نفسه لما تخلط بالليم وبالحلبه وبالحوت عاطيه مزيج ساحر بكل. اكيد. شنو نوع الحوت؟ دوت بالضبط. دوت هيك بالتاع مش بالضبط، من فصيله الفروج. هذا حتى هي أكلة شعبية من مدينة زوارة، نقولوا لها العبابيد، احنا نقولوا لها بزواري العبودات. تعبودين هي عبارة عن كرات مصنوعة من شنو؟ من القديد، اللحم المقدد، حاطين معاه سمادينة اللي هي مصنوعة من السميد، وشوية فرينة حاطينها حتى هي، وشوية شبت ومعدنوس وكسبر وبصل خضر، وخلطها يا باشا ويطلع لك التعبودين هذا. وخالتي قرتنا شوية دحي فيها. واللي عنده زهر يجي القرقوش في العبودات نتاع. ايوه قال لك اللي عنده حظ هو اللي يجي القديد في التعبودين اللي يجي. طبعا دسمه جدا وفيها شويه حروريه حاره شويه. وين ما تمشي في زواره في حرف الزين هو اللي يرمز للرجل الامازيغي وكذا. في اي مكان تمشي في زواره جديد قديم الحرف هيك لازم تلقاه. لا ينساك. التركيبة السكانية في زوارة أن عندنا احنا في الأصل 7 قبائل، وهذه 7 قبائل معروفة، أولاد عيسى والعطاطشة والقصار والدبابة أو الدريسية بالأحرى والتلالة أولاد منصور والسفرع، هذه هم القبائل اللي موجودة في البداية في زوارة. في سنة 1912 الطليان قصفوا المنزل اللي وراي هذا، اللي هو منزل قائم المقام في مدينة زوارة. خلي نشوف القصة متاعته. هنا معنا سيد وائل فطيس. أهلا وسهلا. أهلا بك.
طبعا احنا اليوم قدام معلم اثري مهم للغايه، يعني مقر اقامه القائم مقام اللي كان يمثل السلطه العثمانيه في مدينه زواره، قضاء زواره، وكان تتم فيه كافه المعاملات القانونيه والتجاريه والاقتصاديه لسكان المنطقه مثل جبايه الضرائب وتسجيل العقود وغيرها من المعاملات، ويقع في قلب منطقه زواره القديمه التي تسمى باللغه الامازيغيه اغرم. المدينه القديمه هنا كان يقولوا لها اغرم. اغرم إيه؟ شنو معناها اغرم؟ أغرم معناها القصر، والقصر هذا تعرف مذكور في أغلب المصادر الكلاسيكية القديمة مثل كتاب نزهة مشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي الذي تحدث سنة يعني 1100 ميلادية عن قصر بني ويلول. في تمشيتك في وسط البلاد هتلقى تواجد كبير للجنسيات الأفريقية. زوارة من أكثر المدن في شمال أفريقيا اللي اشتهرت بالهجرة الغير شرعية من بحرها لأوروبا، عشان هيك هتلقى فيها نسبة أفارقة عالية، منهم رجال المدينة كبوابة عبور، ومنهم من انتهى به الحال بين شوارعها واستقر فيها. لكن البحر هذا عنده جانب واحد آخر، في نفس الوقت شواطئ المدينة ساحرة بألوانها التركوازية، حتلقى مقابلها الناس تلعب في الرياضة بأنواعها. وعلى فكرة هذا فواد اللي تعرفت عليه في الرحلة، لاعب المنتخب في كرة الطائرة ومن أبرز الرياضيين في المدينة، حتشوفوه في كم لقطة في الفيديو هذا. حتلقى نوع ثاني من الرياضات هنا لكن في نص المية، رحبوا بشباب الكايت سيرفينج. تقدر تقول ان من انسب الميكانات للرياضة هذه في ليبيا هي المية اللي جاية تحديدا بين المدينة وبين جزيرة فارور. ان المية هذه شبيهة بالبحيرة بدون امواج، زيد عليها شوية ريح قوية يكون عندك الظروف المثالية للكايت سيرفينج. الزول بعد الفقرة الرياضية أكيد في فقرة موسيقية. خلينا نقوله نحن مع الشباب هنا، شباب مدينة زوارة بجيتاراتهم وحركاتهم. تسمعون حاجة أمازيغية نزيكة هكي؟ أكيد. شن رأيك؟ تعطيني واحدة أكيد ودخرة؟ أكيد مع مصر ساعة فراغ الظفار، لقد غنك ضغط أزرى، لقد غريلية نصغار، اللي يتشور ينزاح اللي ويطن ماضي راح، اللي يتشور ينزاح اللي ويطن ماضي راح، وقرن وسان دي سكاسة توام غفتيري تومار ساقي راحة بوراق جارو دماوان ورسن برافو بالمزيخي. شنو؟ برافو أيوز. أيوز 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 بك الأخرى أيوز، والله مش عادين أقسم بالله. صباح الخير، صباح النشاط والحيوية. حاليا موجودين في قرية بوكماش، مازلنا في زوارة، جينا هنا مع السهرية اللي شفتوها قبل شوية، الموسيقى والجو النزيك اللي يمس، عشان الصبح نمشوا للمكان المعلوم غادي لجزيرة فروة. ويتشاش تزرع؟ عاتل سيدان. السلام ورحمة الله. مرحبا، شنو حالك؟ شنو حالكم باهي؟ شنو الاخبار؟ شنو اخباركم؟ تمام الله يسلمك. معلش انا حطيت عليك الكاميرا، شفت السارية متاع الجزيرة قلت لازم نصور. اه بارك الله فيك. لا عادي صور. شنو الاخبار؟ زمان كنت تصيدوا على رجليك، خشوا تحوتوا على رجليك. ايه تو طورت البيع وحركات 21 يعني عمري ممكن 6 سنين نصيد، تو عمري في 50 سنة ما شاء الله.
جزيرة فروة اللي احنا فيها توا من الكنوز الطبيعية اللي هنا. الجزيرة جاية بشكل يشبه البيضاوي، يعني طولها أكثر من أرضها. الطول حوالي ممكن 12 إلى 13 كيلو، والأرض يتراوح من منطقة لمنطقة، ولكن أكثر منطقة فيها الأرض حوالي كيلو ونص. بس المشكلة وين؟ بسبب الظواهر الطبيعية وعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة، الجزيرة جزء كبير منها قاعد ينهار من ناحية الأرض. وراية توا مكاني قال للبالاس واللي هو بنو الطليان زمان، كمنارة ترشد السفن إلى الجزيرة. المنارة هذه كانت تقريبا جاية في نص الجزيرة من ناحية الأرض، ولكن هي توا تخبط فيها المية لأن الرملة قاعدة تنهار، يعني الجزيرة فقدت جزء كبير منها. البلاس هو من العهد التركي، والبلاس هذا من العهد الإيطالي. أوكي، يعني هذا أقدم طبعا ومحصل صيانة يعني خفيفة. والمشكلة اللي صايرة أن المية البحر نفسها بدأت تخش، وصلت لحد البلاس، هذا كانوا 30-40 متر وما توصلش فيه المية، لكن توا تشوفها وصل للصور وضرباتها. فمجهودات الناس متاع المنطقة الشباب وكذا مدايرين الحماية هذه زي الطبوات البلاستيك وزي السواتر الترابية. طبعا هو حل مؤقت ومش مجدي هلبة، وحتى منظرة مخل للجزيرة شوية، لكن طبعا هذه حلول تلفيقية، هذه خدمة الدول طبعا. البلاص احنا نقولوا له البلاص، وصغار احنا نجوا نلعبوا في الكوره هنا، يعني مدايرين ملعب هنا في الجاهيه. هاش محتوى الميه وين وصلت؟ ضربت الحيطه هو متاع البلاص وطيحاتها، وزادت بتطيحتها والجاهيه بدت تحفر تحت البلاص. شيء مؤسف الصراحه، خليك تبكي. وستة مدايرين فرقة متاع موسيقى تغني بالأمازيغي، وفيه مشاركة، فيه احتفال يديروا فيه في طنجة مهرجان الأغنية الأمازيغي. داروا لنا طلب الحضور يعني موافقين، وحاجزين لنا في الفنادق وحاجزين لنا في كل شيء، وماشيين على شاس عندنا مشاركة. فجأة ونشوف البوابة اللي يمد الجواز يقولوا له أنت ممنوع من السفر. وين حاطينا؟ حاطينا في شاشة، شاشة خاصة ب مش عارف معاش نتفكرها. أساميكم كانت ممنوعين من السفر. ممنوعين من السفر. ليش؟ ما تقدرش تتوقعها أنت، شنو الدولة، الدولة ما تبيكش تشارك. فرس البحر هو صغير. هذه معركة اسمها معركة أمني سعيد. داروا النصب التذكاري هذا وحدتوه، حاولوا أن يحطوا حاجة تميز مدينة زوارة وتمثل مدينة زوارة. حطوا الحصان متاع البحر والفرس متاع البحر الصغير، وداروا الآيات القرآنية، وداروا حروف تيفيناغ اللي كانوا ممنوع أن ينحطوا زمان، وداروا حرف الزين بمجهودات خيرين من مدينة زوارة داروه، وكانت يعني لقطة جميلة وتعبر على مدينة زوارة فعلا. هذه الآية مكتوبة بالتيفيناغ؟ ايه. نفس الآية؟ ايه. ولا تحسبن الذين خذلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ربهم يرزقون. يرزقون. في زوارة عندنا عملية المصاهرة مقصورة داخليا فقط، ولكن مفتوحة على الأمازيغ سواء كان في يفرن أو جادو أو يعني أو في زوارة. الزواري ما يتزوجش من برا زوارة؟ ما يتزوجش بقدر الإمكان، لكن بالذات بالذات الإناث. وإذا الزواري تزوج من برا برضو تكون أمازيغية؟ يكون مفروض تكون أمازيغية من جادو من يفرن. السبب شنو؟ السبب طبعا هو السبب الرئيسي هي اللي تضبط في الهوية هو اللغة، لأن اللغة الأمازيغية هي الموجودة وهي السائدة في الشارع والحوش. ونتمنى أن يعني إحنا حاليا مضربين على الدستور، مضربين على البرلمان. ليش؟ لأجل اللغة غير معترف بها في ليبيا، معترفين بها في المغرب، معترفين بها بالجزائر. لو شام الوشمة الأمازيغية أنا ديما نشوف فيهن، بس مانيش عارف شنو معانيهن. نبيك تحكي لنا عن معانيهن. معانيهن زمان بالزواري. زواري زمان يزعم ديزعم داروا فيه تفليدين لولاته، يديروا في كل فايديه مكة كل مش مات يعني وشم تسجاء كولي فاسن ديزعم. ممكن تحكي لنا الأشكال اللي كان يديروا فيهن؟ يعني مثلا في زي المثلث، في زي حرف الزين، كل هذا من هنا يديروا فيه. قلت لك كده فيه زي طامشة طامية طامشريت طامشريت الدهانيت ولا
له ثلاثة أربعة هنا سيه سيه سفر أربعة يقدر كل دار يسكن أربعة لوشمت الناس الأولى إحنا ما لحقناهمش. وعليش يديروا فين؟ اسمحة. وهل كان يدير فين الكل؟ زوارك كل كانوا يديروا فين؟ زوارك كل؟ كل ولينك. يوم أنت دايرة المركب صح؟ ها. اللي هو يرمز لي شنو؟ لا المركب خير يمشي هلبة في البحر. شنو أخرى؟ الفولة يقولوا فولة بنت النبي. كم عمرك كان لما وشمتي؟ عمري 15 سنة. 15؟ وتو كم عمرك؟ تو يندرى لي هنا بنعرف. ما شاء الله. أولادها من خلف الكاميرا قلنا 91. بطولة عمرك إن شاء الله يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك. سلمك، يبارك فيك. شكلك لكن يبان 70. إن شاء الله. ربي يحفظك والله، ربي يحفظك. لو شام زمان لما كان عمرك 15 سنة، ما اللي دارها لك الوشمة؟ واحد جاي من الجبل من الصيعان ولا مني يوشم في البنات وخلاص، كل واحدة تعطيها ربع جنية يوشمها ربع جنيه؟ ايه يا بلاش. يا بلاش هو الباقي توشني احنا قالوا هذا حرام الباقي ربع جنيه ما هارناش يما توشمش وشامها حرام نشي نسينش لغدين وليش ما مبينق لكن خول حرام ما اصلاها توشين كنت وشمت غنش توشمخشة يقامي فلو يدنا ربع جنيه وشي وشمغد وصدغر وصدغر وشي تغدي لغن جات شي تستريح جيد بلا مكلي شاتا شكلتين تكذبوني خفين. نورين نورين والله. اوكي نحن حاليا جينا لمنطقة بوكماش اللي هي زمان كانت تعرف باسم بسيدة. في المنطقة هذه بنوريكم حاجة واللي هي مقابر الليبيين القدماء، يعني تو انت بتشوف حاجة مميزة جدا. المقبرة هذه ترجع لفترة بين القرن الثاني قبل الميلاد، استمر استعمالها لغاية القرن الثالث ميلادي. وطبعا تشوف في القبر هذا هرمي متدرج مخروط الشكل، والداخل في حجرات صغيرة للدفن تسمى الأورن. وهذه الحجرات طبعا بتاعت الأورن كانوا يجيبوا في الرماد عادة الدفن بالحرق ويحطوا في البقايا في جرة ويحطوها في واحدة من المربعات، فهذا اسمها باللغة اللاتينية الكومبالاريوم. طبعا هذا غلاق المدفن، وهذه محتويات المدفن من داخل اللي هو عبارة عن أورن يستعمل لوضع الجرار، وفي الوسط يحطوا فيها في الحاجات بتاعتهم الجنائزية. واستعملت هذه المقابر طيلة فترات وعصور عديدة أنماط دفن مختلفة. وهذه يا محمد علاش داروها ملونة هيك؟ علاش؟ لأن زمان ما كانوش يخافوا من الموت، وكانوش يعتبروا أن الموت نهاية كل شيء، يعتبروا أن الموت مرحلة انتقال مرحلة لمرحلة أخرى. فتم تزيين هذا القبر باعتبار أن المتوفي سيدخل الجنة وسيدخل النعيم، فكانت عندهم فكرة الجنة موجودة في الثقافة الليبية القديمة في الأصول القديمة، واللي نشوفوه في مدافن صفراتة لدرجة أنهم رسموا المتوفيين متكئين في النعيم، متكئين على يعني المساند ويتناولوا في وجبات الطعام وأطفالهم جنبهم. طبعا هذه مائدة قرابين شوفوها، كانت تستعمل لأداء الطقوس الجنائزية المختلفة داخل المقبرة. تعرف واحد من الطقوس هذين؟
والله حسب المصادر كانوا عم تستشكل عليهم أمر والموضوع كبير هلبة، يلجؤوا إلى مقابر أسلافهم فيجوا يرقدوا على الأضرحة من برا، وكانوا يعتقدوا أن أجدادهم يجوا لهم في النوم ويعطوا لهم حل المشاكل متاعتهم. نتج عنهم علم تفسير الأحلام عند الأمازيغ القدماء من سكان المنطقة، وعلم الأنساب باش يعرفوا أبهاتهم وأجدادهم وأجدادهم الأولين اللي كانوا ساكنين في المنطقة هذه. أعطينا واحد من المصادر اللي تكلموا عشيها. طبعا المصادر عندك هيرودوت تكلم على تقديس وعبادة الأسلاف، وعندك بومبيوس ميلا تكلم على الماضي عادي، وعندك موتيلينسكي تكلم على استمرارية هذه العادة عند الأمازيغ من سكان واحة غدامس في القرن 19. طبعا الليبيين القدماء ما كانوش كلهم يتبعوا في طريقة حرق الجثث في الدفن، طريقة هذه دخيلة علينا من روما وصقلية من محيط البحر المتوسط أيام زمان، فلذلك ما كانوش كل الليبيين يدفنوا بها، كان جزء منهم. الوضع كان كالتالي: الميت يتم حرقه والرفاه والعظام متاعها تنحط في الأورن اللي هو قد يكون جرة أو قد يكون وعاء أو حاجة من هذا القبيل، بعدها ينحط في الكوندلاريوم واللي هو القبر. ولكن مش كل الجرات كان ينحطن في القبر، لأن العبيد مثلا بين ظفرين خلي نقوله، أو الناس اللي ما عندهمش سيادة في المجتمع أو نقوله طبقة السفلى في المجتمع، الأورن ينحط في الأرض على طول. حاليا إذا جي لي بيسدا عشان تزور المقبرة هذه للليبيين القدماء مش هتلقى الجرات، الجرات موجودة عند مصلحة الآثار، ولكن حنوريكم واحدة من الجرات اللي هي موجودة عند جمعية زوارة للتراث والهوية، محافظين عليها موجودة غادي معروضة للناس. في جانب آخر في المدينة تلقى أثار في بيت أحد البحارة، لكن شن قصتهم؟ طبعاً هادو نلقى فيهم في البحر ومن بيش نتصرف فيهم من يبقى هنا. هذين من البحر طلعتونا؟ نعم من البحر ريها. شوف 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 العملات القديمة هذين رومانيات ها؟ رومانيات عملات لآلاف السنوات. شوفوا في هذا كنز اللي قدامكم، ذهب هذي صح؟ ذهب روماني. كم تبيع؟ هي بيع حلال البيع حلال. هادو قطع عاجية يستعملوا فيهم للكحل. قطع عاجية هذي؟ يعني هذا الفانوس. يا جماعة انت هزروها خشيت كتاب تاريخ. الأثار تشوفوا فين خلفنا هذين كلهم كامل لقان تحت البحر في المدينة الغارقة تيبودا اللي هي موجودة في زوارة. مدينة تيبودا في حد ذاتها كنز، كنز يعني ناس واجدة ما تعرفش. كتيبة واضحة جدا. الحاجات اللي كيف هذين؟ الملك عام، ملك للدولة. ملك للدولة إيه؟ فكيف محتفظين احتفاظ شخصي؟ ما عنديش مكان وين بنحتفظ بيهم. قصدي مثلا تعطيني مصلحة الآثار أو جهة تابعة للدولة. احترامي ليك هنقول لك حاجة، مصلحة الآثار لما تكون عندهم متحف، عندهم مقر، عندهم مكان، أني الأول مستعد نسلم لهم كل شيء. أني كنت منتدب مع مصلحة الآثار في مدينة زوارة، وللأسف ما فيش إمكانيات وما فيش خدمات. الأثار المغمور هذا يا لو بتطلع برا يبي طريقة فنية، حتطلع برا شوف كيف بيصير له تشقات وتصدعات وتكسر في هلبة حاجات، يعني ما عادش منهم أي قيمة. طلعها وتلوحها، علاش؟ لأن في طرق الناس متخصصة هي اللي مفروض تلم بالأمور هي وتعرف كيف بتدير لها. الحفر العشوائي وسرقة الأثار موجودة. لو افترضنا في المستقبل، خلينا نقول المستقبل الوردي، يعني دار متحف في يا ريت نتمنى يا ريت. والمتحف المتحف عام، متحف الناس يزوروا فيه وفيه رقابة وفيه ناس تتبع في الأمور. مش تقول لي متحف إن تجي مجموعة من الشباب بيدوروا زي ما تقول محافظة على الأثار، ولا بيدوروا يقول لي أني طابع عضو الأثار ونبي ندير رجيب لي الحاجات اللي لقيتهم أنت، ولا لمد لي الحاجات التامينة. أي ممكن نسلمهم لك، يعني غدوة ما عاش نلقاهم، مش حتلقاهم في الأثار. هذه فخار عادي خليها لك، أعلقها لك ويخلي لك حاجات هلبة، لكن الحاجات التامينة الذهب والعملات لها قيمة. راه يشاليم دورة خدماني من كل فجرات، يخسم الجول يدبا غميس المانق وضغط، يخسم سولة ونا في اللمان موت دانو شي دام منا، دا يدمت الحالي ومن غيري ما تمور، أجزني مطاوة نضع طوبة تفوت، نخسى ما تموت، نخسى
الأقسام سولا ونا في الأمان نموت نجيد أمنا قد الكهاني شم التفس يبيو نخسم طامور نخسام سولا ونا في الأمان نموت. شنو السبب؟ يعني أنا سمعت أنا كشخص مش من زوارة لما نجي هنا ما نقدرش نتملك أرض أو بيت أو هل هو الشيء هذا يعني موجود فعلا؟ لا في زوارة ما بيش نقول لك ماهوش موجود، موجود في عدة أسباب. السبب الرئيسي أن خصوصية متاعتنا نحسوا فيها مهددة إلى حد ما لما تخش لغة تانية في الشارع. صغارنا يلعبوا في الشارع، لو إحنا بنبيعوا حوش في الشارع لحد ماهوش من زوارة بيجي بيتكلم عربي مباشرة، نلقى صغاري في الشارع يلعبوا بالعربي. صغارنا ببساطة يعرفوا يتكلموا عربي، يعرفوا يتكلموا عربي راهو لأن مش لأنهم عرب، لأنهم ملزمين يقروا. ما فيش خيار قدامك، ما فيش حد جاورني تبي تقرا مزيغي ولا تبي تقرا عربي ولا تبي تقرا انجليزي، فقرينا العربية وتعلمناها. صغار لما يطلعوا للشارع بيتكلموا بالعربي، انا لما نطلع للسوق والله نمشي لجاري زيارة بنتكلم عربي، لما يجيني هو زيارة سهرية 8 10 نفار باقي بنتكلموا عربي. اللغة العربية هم هيك ولا هيك حيتعلموها في كل الاحوال؟ لا ليش، اذا كان نبوا نفكروا بلغة ثانية لهم خلينا نقول مش الاولى باي، ليش انت ما تتعلمش اللغة الامازيغية كلغة تانية؟ الوضع الحالي ان اللغة الاولى في الدولة هي اللغة العربية، في مجال تو اللغة الامازيغية ما هيش واصلة انها تكون لغة ثانية، هي لغة يعني في اجزاء قليلة من ليبيا، بس انا شايف ان ممكن يكون لها دور ان تكون هي لغة ثانية. تو احنا قلبنا السبب والنتيجة، لو كانت مدعومة من الدولة وتصرف عليها ميزانيات وتدرس وتقرأ راو اللي بيجيني مثلا من زاوية والله من مصراتة والله من بنوليد والله من بنغازي حتى ما يتكلمش أمازيغية بطلاقة راو عنده عليها فكرة كويسة وما يستهجنهاش، يسموا فيها رطانة ويسموا فيها يعني التسميات إلى حد ما تحقيرية. الأمازيغي في فترات هدد حتى في استعماله هو الشخصي، مرات بنعودها الكلمة اللي قالت لي لأن أنا نقرأ في بنغازي خريج علوم سياسية سنة 86، كان التليفون ما فيش طبعا لا موبايل لا شيء، التليفون العام. أما باش ننزل للمدينة وبندير تليفون نبي مصرف على الأقل 4 جنيه 5 جنيه، ففيه تليفون في المتابع لجنة التورية أوكي يستعملوا فيه مجاني، أما أنا محتاج لتليفون نخش ندير تليفون نكلم فيه أمي نكلم فيها بالأمازيغي، واحد يسمع فيه يقول لي تحترم نفسك وتكلم بالعربي، أنا في تليفون نكلم فيه أمي. اضطريت نسكر السماعة وقلت لها هذه أمي وما تعرفش تتكلم بالعربي، بيفتح معي موضوع قلت لها باي خلي نكمل المكالمة بعدين. صعب الواحد يحس بيه الشيء هذا إلا لو تخيل روحها في المكان هذا، إن شخص يتكلم بلغته وانحرم إنه يتكلم منها وهان وجرم. لو الموضوع ما قدرناش نسكروه في مكانه وتحول لسين جيم وكذا مش عارف شنو هي قضية ممكن تلبسك هذه. في وجهات نظر وكلام واجد في الحلقة هذه، سؤال واحد يوافقن أو يختلف معهن لازم يتفهمها ويتفهم سببها، مش لازم تأيدها، لكن تفهمنا لبعضنا وحوارنا هيخلينا أقرب وهذا هو الغرض.